للمزيد ينضم إلينا من لندن مراسل الغد محمد الفنيش. محمد أهلا بك، لو تطلعنا أكثر في هذه الاحتجاجات وما تطالب به. نعم نبيل، المحتجون هنا خلفي يختاروا التوقيت والزمن، اختاروا توقيت استقالة رئيسة الوزراء البريطانية التابعة لحزب المحافظين الذي كان سببا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويتظاهرون هنا خلفي. سأحاول مع زميلي المصور أن ننقل لكم الصورة كما هي. هؤلاء هم منظم أو حركة تسمي نفسها المسيرة من أجل العودة للاتحاد الأوروبي. هؤلاء قالوا أن كل الأزمات الاقتصادية القائمة حاليا في المملكة المتحدة يتحمل فيها المسؤولية حزب المحافظون، خاصة أولئك الذين يدعون أو دعوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يحاولوا أن يدفعوا بانتخابات عامة وأن يوضحوا للشعب البريطاني أن من كانوا يقولون أن فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون فترة ذهبية، أنه حدث العكس وأن بريطانيا اليوم نبيل باتت تعيش أزمة اقتصادية خانقة. إذن كما قلت هؤلاء يتظاهرون، أغلبية المتظاهرين يقتربون من رؤية حزب العمال ويدعون إلى انتخابات مبكرة، لكن حزب المحافظين نبيل يبدو أنه يعي جيدا المرحلة. لم نرى أي تصريحات رسمية سواء من من يتم أو يحتمل أن يترشح، ونتحدث عن بوريس جونسون أو وريشي سوناك، ولا من بيني موردنت التي أعلنت ترشحها. بلغة الأرقام نبيل، إلى حدود الساعة ريشي سوناك حصل على أكثر من 100 مرشح مباشرة مع بداية احتمال ترشحه. بوريس جونسون المقربون منه قالوا لقناة البي بي سي الإنجليزية أنه هناك أكثر من 100، لكن النواب الذين اتصلت بهم البي بي سي الإنجليزية وأكدوا ذلك هم فقط 50. لكن بيني موردنت لا تزال في تقريبا 22 إلى 27 نائبا فقط. إذن الأمر بهذا الوضع الحالي سيتجه بمنافسة واضحة بين ريشي سوناك وبوريس جونسون، لكن قد يضغط الحزب بأن يكون منافسين اثنين بدل ثلاثة. هناك شيء ما يجري في الكواليس. إلى حدود الساعة لم تتضح الصورة بشكل كامل. يبدو أن حزب المحافظين كحزب بحكمائه بلجنة 1922 يحاول الخروج من المأزق السياسي والظهور بزعيم قوي. بعض الوزراء، نتحدث عن وزير الدفاع بن والس، نتحدث عن وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتل أعلنت دعمها لبوريس جونسون. نائب رئيس الوزراء بوريس جونسون، عندما كان بوريس جونسون رئيسا للوزراء، نتحدث عن دومينيك راب، أعلن دعمه لريشي سوناك. وبالتالي هناك انقسام داخل الوزراء سواء السابقون أو الحاليون بشأن دعم من، لكن يبدو أن الصورة تتجه إلى ريشي سوناك وبوريس جونسون. لكن هل سيتنافس أم لا؟ هناك شيء ما يقع داخل كواليس حزب المحافظين قد نراه غدا أو يوم الاثنين مع بداية التنافس. عودة بوريس جونسون إلى منصبه السابق إذا ما تمت بالفعل، نهيك محمد فنيش عن كونه كان يدفع بقوة في السابق إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أتساءل ما وقع كل ذلك إذا ما حصل بالفعل على هؤلاء المحتجين. هؤلاء يحملون المسؤولية لبوريس جونسون ويرفضون عودته، لكن كذلك من داقوا أو من شربوا من كاس المرارة الاقتصادية إنجاز الوصف، عندما كانت ليز تراس رئيسة للوزراء لمدة 44 يوما فقط، يطالبون بعودة بوريس جونسون. نتحدث عن داخل حزب المحافظين وحتى جزء من الشارع البريطاني. إذن بين هذا وذاك أنت أمام خيارين أحلاهما مروا، أمام ريشي سوناك وانقسام حزب المحافظين، أو أمام بوريس جونسون ويمكن أن يكون هناك دعم أكبر. وبالتالي لم تخرج بريطانيا من عنق الزجاجة. نتحدث عن الأزمة السياسية وكذلك الأزمة الاقتصادية نبيل. شكرا لك من لندن مراسل الغد محمد الفنيش.